وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل السيد رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث. نرحب بك معنا أستاذ رمضان. العلاقات مع تركيا ليست جيدة في الوقت الراهن، هم يبحثون موقف أكثر صرامة، أي وزراء الاتحاد الأوروبي. كل ذلك ولم يجعل الوزراء وزراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على إدراج أي عقوبات على تركيا، لماذا؟ مساء الخير. اولا كما يعلم الجميع ان القرارات في الاتحاد الاوروبي تكون بالاجماع، ولم يكن في السابق من السهل ايجاد اجماع للتصدي للانتهاكات التركيه نظرا لتباين بعض المواقف الدول الاوروبيه، وخاصه الدول التي لديها بعض المصالح مع تركيا ولا تريد ان تتاثر. ولكن ما حدث مؤخرا وخاصه العام الماضي عندما زاد سلم أو وتيرة الانتهاكات التركية للملفات الأوروبية المختلفة، بداية بالحرب على سوريا أو شمال شرق سوريا، ومن ثم التنقيب في المياه الإقليمية الأوروبية، أي انتهاك لحدود دولة عضو من دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم الملفات. سيد رمضان، المسألة الآن أخذت يعني وضوح أكثر في المواقف، يعني الوزير التركي يصرح بأنه سيبدأ بالفعل التنقيب، تركيا ستبدأ التنقيب في مياه المتوسط. هذا الكلام أصبح ساريا الآن، وبالتالي نتوقع موقف يوقف كل هذه الطموحات التركية، لكن لا نجده واضح في الاتحاد الأوروبي. بالمقابل بالأمس أربع دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان وقعت على اتفاقية تفاهم تتيح لهذه الدول حماية المياه الإقليمية بل والتنقيب، ومنع أي قوة غريبة باختراق هذه المياه. هناك مواجهة قادمة بين الأوروبيين والأتراك، ويسعى لها التركي وليس الأوروبي. أوروبا لا تسعى إلى تصريح، أوروبا كان واضحا، أوروبا لا تسعى إلى التصعيد مع أنقرة، ولكن سوف تكون حاسمة في الرد على أي انتهاك لمصالح. طيب ما هو الشكل، يعني شكل هذه المواجهة اللي حضرتك ذكرت بأنها ستكون يعني ضمن السيناريوهات الأيام القادمة، ما هو شكلها، ما هو ملامحها؟ وكلامي الآن عن السلاح اللي تحاول تركيا دائما أخذه من الدول الأوروبية، هذه المسألة كيف ستحل في الاتحاد الأوروبي؟ لأول مرة هناك شبه إجماع في البرلمان الأوروبي، أتحدث هنا ليس على الخارجية الأوروبية، في البرلمان الأوروبي نتحدث عن أكثر من 760 عضو برلمان أوروبي، لأول مرة يوجد شبه إجماع تام على فرض عقوبات صلبة، بدايتها الوقف بيع ليست الأسلحة، المنتجات العسكرية كاملة، وقف بيعها إلى التركي، وهو هذا البند موجود اليوم على طاولة وزراء خارجية أوروبا. إذا وزراء خارجية أوروبا وجوزيف بوريل مسلح برغبة من البرلمان الأوروبي الذي هو الذي يصنع السياسات عادة، هناك ضغط، لم يكن في السابق أي توافق برلماني بهذا الحجم ضد لتصعيد أو لمواجهة تجاوزات النظام التركي أو أردوغان تجاه أوروبا. اليوم يتسلح وزراء الخارجية الأوروبيون بضغط برلماني وقوة برلمانية تطالبهم بمواجهة التعديات التركية، وخاصة عندما يتحدث السويد عن منظومة حقوق الإنسان، وثم تتحدث فرنسا عن انتهاكات عسكرية وانتهاكات الحدود، وتتحدث ألمانيا عن عدم احترام اتفاقيات من اتفاقية باليرمو ومؤتمر برلين. كل هذه الأمور مجتمعة تجعل من الساسة الأوروبيون أمام خيار واحد، هو المواجهة بفرض عقوبات اقتصادية ومنع عسكرية والتلويح بإقفال ملف طلب تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، على الرغم أن أسلوب الابتزاز الذي استخدمه أردوغان مثبت لدى الاتحاد الأوروبي. وزير الدفاع الفرنسية بالأمس تحدثت عن أن الأمم المتحدة قد شكرا أستاذ رمضان، وليس التقارير الأوروبية. للأسف الوقت انتهى، زملائي يضغطون علي بالوقت. شكرا جزيلا، كنت معنا من بروكسل أستاذ رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للبحوث.